طيب بصوا بقى يا شباب، احنا المرة اللي فاتت لو فاكرين اتكلمنا، اخر حاجة ختمنا بيها كانت الكواركس. محدش فاكر يعني ايه كواركس؟ كان في حاجة اسمها اب والتوب والشارم، كان في حاجة اسمها داون، وكان سترينج والبوتوم كواركس، وقلنا ان في بروتون وفي نيوترون. والبروتون كان عبارة عن 3 كواركس، كانوا ايه؟ اب اب داون، والنيوترون داون اب اب او اب اب داون، قول اللي انت عاوزه مش فارقه. واحده اب واثنين داون، تمام. وقعدنا نحسب التشارج بتاعتهم، وشفنا ان النيوترون لما تجمع التشارج على بعض يطلع لك بوزيتيف 1، لكن الثاني لما تجمع التشارج بتاعتهم تطلع بايه؟ بالنيوترال، بزيرو. وقعدنا نرغي في الحته دي شويه، وكان عندنا قبلها حاجه اسمها ستابيليتي بيلت، ولقينا ناس بتيجي على الرايت من الاستابيليتي بيلت، وناس بتيجي على الليفت، وناس بتيجي ابوف الاستابيليتي بيلت. وليله النهارده بقى الحكايه بتدور على ايه؟ قال لك احنا عندنا راديو اكتيف اليمنت، تمام. والراديو اكتيف اليمنت دي بتعمل لك نوع من انواع الراديشن، يا اما رقم واحد بتبقى ناتشرال ترانس فورميشن، او بنسميها ترانس ميوتيشن. حد يعرف يعني ايه ميوتيشن اصلا؟ كلمه ميوتيشن في البيولوجي تسمع عنها كده يعني طفره، يقول لك حصل ميوتيشن يبقى ده حصل طفره في الجينات. هنا برضو بيحصل طفره، بس طفره في ايه؟ في المواد اللي معاك دي ناتشرالي، من غير ما تتدخل هي لوحدها هتطلع لك اميشن، وهنتفرج على انواع الاميشنز اللي بتحصل دلوقتي. طيب رقم اتنين يقول لك لا، عندي حاجة تانية اسمها artificial transformation، أو ما تطلق عليها elemental transmutation. والelemental transmutation دي أو transformation دي يقول لك دي عبارة عن إيه يا معلم؟ ان انت حاجه غصب عنها انت فرضت عليها ان هي تعمل الاداء ده من غير ما تقرب منها، تمام. طيب رقم ثلاثة، حاجه اسمها التشين رياكشن. ورقم أربعة النيوكلر فيوجن. التشين رياكشن ده اللي بنسميه النيوكلر فيجن. كل الحاجات دي تندرج تحت بند اللي هم الثلاثة دول، حتى يندرج تحت بند النيوكلير فيجن. يعني ايه نيوكلير فيجن بالبلدي؟ يعني انشطار نووي، يعني بتلاقي الاتوم لوحدها عماله ايه، بوم، تتفك وتطلع حاجات. تعالى كده نلعب مع بعض واحده واحده. قال لك اول حاجه، انا مثلا هحط لك شويه امثله للفهم مش اكتر، الامثله دي ما بتتحفظش على قد ما انت بتفهم منها لعب. اول مثل، لو انا جبت لك الاكتينم، تمام، او خليها الفرانسيوم. حلو، الفرانسيوم ده 89 و227. حلو، لو حد فاكر الاستابيليتي بيلت اخر اتوم ستيبل رقمها كام؟ 82، اللي هي كانت مين؟ الليد 100 100. ال 82 اللي هي كانت الليد، والليد دي الهيفيست ستيبل اتوم، وكان الاستابيليتي بتاعتها ب 1.53. حلو، اما اكتر من كده دي بتبقى راديو اكتيف اليمنت. لو انت جيت تبص على الفرنسيوم، الفرنسيوم ده تلاقيه اتحول مثلا لاكتينم، والاكتينم يبقى 8 7، وهنا تبقى 2 2 3. هو كده الرقم اللي فوق خس كام واحده؟ أربعة. والرقم اللي تحت خس كام؟ 2. حد فاكر مين الأربعة 2؟ الله، حد فاكر مين الأربعة 2؟ هي ألفا، وهنتكلم عنهم النهاردة بالتفصيل، إيه هي الألفا وإيه هي البيتا وإيه هي الجاما. يبقى اللي حصل ده، أنا كل اللي عاوز أفهم الموضوع أعبط من اللي أنت تتخيله. أنا دلوقتي بيحصل حاجة اسمها ناتشرال ترانسفورميشن، طبيعي من غير ما تقرب منها، هي لوحدها الأتوم حصل فيها إيه؟ ديكي، الاتوم لوحدها اتكسرت.
وتحولت من حاجه انستيبل لحاجه لسه برضو انستيبل على فكره، بس هتقعد تكسر 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 لغايه لما توصل تبقى ايه؟ هايلي ستيبل. تمام؟ لا ده للتشبيه بس عشان تبقى فاهم اللعبه، انا مش محتاج حد حافظ كلمه. تعرف ازاي؟ لما دي تلاقيها بقت دي، ابتدي تشوف الرقم اللي ناقص. شكل البارتكل دي لازم تحفظها. ايه مالك متضايق ان انت تحفظ اتش اي 4 2؟ ده كده يبقى بنهزر. يعني لما اعرف ان الالفا بارتكل رمزها رمز الهيليوم اتوم، ده مش حوار. تمام؟ طيب ممكن نلاقي مثلا واحده تبتدي تطلع لك بيتا. فاكرين البيتا كان ايه الرمز بتاعها؟ اي 0 نيجاتيف 1، بيتا نيجاتيف، الثاني اسمه البوزيترون. تمام؟ البيتا مثلا اقول لك هنا ام جي 23 12 انستيبل، يتحول يبقى ايه؟ يقول لك ببساطه، ولا خليها بدل ام جي خليها ان اي. ان اي 24 ودي هنا 11. كام زائد نيجاتيف 1 يديني 11؟ 12. طب واللي فوق بكام؟ 24 زي ما هو. يبقى هنا ده لازم يبقى ام جي. اصبر عليا اصبر عليا، انا لسه ما لحقتش اقول حاجه. ايه؟ لا دي مش حوار، هو هيقول لك ان دي انستيبل اتوم، مالكش دعوه انت تعرفها من انستيبل او انستيبل. بس الاستابيليتي كان في حاجات اسمها استابيليتي بيلت، وكان في حاجه اسمها البايندنج انرجي بير نيوكليون، وكان في حاجه اسمها البرسنتج اوف ايزوتوب. ده يقول لك مين المور ستيبل عن مين. ده كده اول درسين، ده منهج. لا ما ده مش هنشرحه دلوقتي اكيد. تمام؟ حزن حزن يا ربي. طيب معايا دلوقتي، خليك في ده. طيب يجي يقول لك اول معلومه ان الاتوم دي طلعت بيتا بارتكل، صح؟ تاني معلومه البيتا بارتكل هي رمزها اي 0 نيجاتيف 1، ودي الالفا بارتكل، وهنتكلم عنهم بالتفصيل ممل، هفتح لكم جدول حالا في كل البارتكلز اللي بيحصل لها ايميشن. واحد يجي يقول لي طب انا عرفت ده ب 24 وعرفت ده ب 12، انا بقى هعرف منين رمزه؟ انت يا عم حافظ رموز الجدول كله، انا احفظها ازاي؟ السؤال يجي لك ازاي كلعبه؟ بص على الفرنسيوم. لو انا قلت لك معاك فرنسيوم، ركزوا لي قوي في اللي جاي. 89 و27 بص كده ماينس الفا، دي علامه الالفا، ماينس 2 بيتا. حلو؟ يطلع فرانسيوم 89 27، اكتينم 89 27، سورينيوم 87، نقول مثلا كام 27، نحط حاجه تاني. يلا ادي فرنسي 87 223، واحده كمان عشان خاطركم، اكتنم اكتنم كام 87 223، اختار عشان ايه؟ اجابتين صح؟ شيء جايز، كل شيء جايز. ما تيجي نحط اكس. حلو؟ هقول لك انا، لا ده انا عاوز النت. بمعنى اللي انت بتقوليه انا فاهم قصدك، هي هتقوم تتحرك اكس واكس يبقى واي. انا عاوز النت بمعنى ايه؟ على مهلنا خالص. ممكن نكتب كده، ادي الفرنسيوم كان هنا 89 كام؟ 227. ايه اللي جرى له؟ اتحول مثلا لماده اسمها واي، واي اتحولت لمين؟ لاكس، صح؟ هو لما يجي يحط لك على السهم الاثنين يعني عاوز الاداء النهائي. فاهمين حاجه؟ يعني عاوز هو بعد ما خسر الالفا وخسر البيتا بقى الشكل عباره عن ايه؟ تاني
هو لما يحط لك الاثنين دول على بعض ويقول لك اكس، اكس دي مين؟ فهو عاوز بعد ما خسرت الالفا وخسرت مين؟ الاثنين بيتا. بمعنى هو انا دلوقتي مش انت خسران الفا؟ يعني هنا المفروض يبقى بلس ايه؟ اللي هي اتش اي. حلو جدا. كام زائد 4 يديني 227؟ 223. كام زائد 2 يديني 89؟ ماشي حلو جدا. اصبر لسه ما خلصتش. ما بعد كده انا عامل ماينس ايه؟ 2 بيتا. يعني ايه ماينس 2 بيتا؟ يعني هنا هتحط لي بلس كام؟ اي 0 0 نيجاتيف ايه؟ بس هنا في 2. خد بالك من حاجه، العدد بتاع الاتوميك نمبر والماس نمبر ما يتغيرش الاجمالي بتاعهم. يعني ايه؟ يعني هنا فوق 0 يبقى فوق هيفضل كام؟ 23 صح؟ كام نيجاتيف؟ نيجاتيف 2. حلو؟ ارجع لدي الاساس عشان ما تلخبطش نفسك. انت لو اشتغلت على دي هتزعل، وهفهمك ليه حالا. اوعى تشتغل على النت اللي هي الواي، اوعى تشتغل على الواي اللي طلعت. عشان انت عملت ايميشن لالفا وبيتا من انهي اتوم؟ من فرانسيا. مش اميت الفا او بيتا من دي. فدي ما تلخبطكش خالص. بمعنى يا سيدي انا لو تخيلت اشتغلت على دي، تعالى كده معايا، انت عارف دي هترجعها لك لدي. فاهمين حاجه؟ تاني، ما انت هنا كانت 87 صح؟ ال 87 اللي طلعت لما عملت لها اميت للبيتا تقوم ترجعها لكام؟ لل 89. بمعنى انا مش مترجم، تعالى على المنظر ده حط هنا زائد، وده الاوقع بدل ما تمشيها واحده واحده، حط بدل ما انت تمشيها الخطوات دي حط لي ايه؟ بلس. بلس مين؟ اتش اي 2 وكام؟ و4 زائد مين؟ 2 اي نيجاتيف. الاي نيجاتيف دي اللي هي 0 والنيجاتيف كام؟ 1. مش تحت 2؟ ودي بكام؟ نيجاتيف 2. ايه اللي جرى؟ طيروا بعض. تاني دي ب 2 ودي بكام؟ نيجاتيف 2. ايه اللي جرى لهم؟ طيروا بعض. فتحت فضلت بكام؟ 89. طب وفوق مش دي 4؟ في 4 طاروا، يبقى هنا في كام؟ 223. اهي اللي وصلنا لها. يعني عاوز يختار اتوم 89 وكام؟ 223. خلي دول 89 يا عم، انا لخبطت. خلي دول يبقوا 89. ادي دي 89 وخلي دي 89. اللي مصحصح تختار انهي واحده؟ الاي سي. تاني واحد فين؟ تاني واحده اي سي مش عارف انهي فرنسن فيهم، دي ولا اللي فوق؟ اللي تحت اي سي. خد بالك من حاجه، لا ماليش دعوه بالرقم اللي انت حافظه، انا مش حافظ ارقام. ايوه كده ده الصح. ان انت لو واخد بالك هو رجع ل 89، ما دام رجع ل 89 يبقى لازم تختار اتوم مالها. ممكن بلاش تخبطه. طب ممكن يعني شويه نركز وبعد. حاضر شويه. تاني هو رجع للكام؟ لل 89. وما دام رجع لل 89 يبقى معناها ان الاليمنت ما اتغيرش، يبقى لازم تختار نفس الحروف. طب افرض كان رجع لرقم تاني، يبقى معناها ما ينفعش اختار نفس الحروف. فاهمين اللعبه؟ من الاخر انا مش مطلوب مني احفظ الرموز، انا ما عنديش حفظ للرموز. الاول انت بتنقي على حسب الارقام. ممكن المساله تبقى بسيطه، الارقام كلها مالها؟ زي بعض. الارقام كلها سوري تبقى مختلفه عن بعض، فانت هتختار الرقمين الصح كاتوميك نمبر وكماس نمبر. طب لو عندك اجابتين نفس الرقم هتلاقي يا اما بيحصل لك ان الاليمنت ده بيبقى نيو اليمنت،
يا اما ان الاليمنت ده بيبقى هو هو نفس الاليمنت عن طريق الاتوميك نمبر. لو طلع نفس الاتوميك نمبر اللي تحت يبقى لازم تختار نفس الحروف. طب لو طلع الاتوميك نمبر متغير اختار الحروف مختلفه. فهمنا حاجه؟ طيب عندنا بقى نوع من الاميشن كمان خالص، الماس نمبر ده عدد مين ومين؟ شكرا، نيوترون وبروتونز. مش انت عندك اكسجين، فاكره التفاحه اللي في الاول؟ اكسجين 16 واكسجين 17 واكسجين 18، ولكن كلهم الاتوميك نمبر بكام؟ ب 8. فانت اللي بتلعب عليه مش الاتوميك نمبر، سوري مش الماس نمبر، الاتوميك نمبر. تمام؟ هو رمز الاتوميك نمبر كان ايه عشان نسيت؟ زد. لكن الماس نمبر ايه؟ 100 100. تمام؟ يجي يقول لي بقى عندي نوع كمان من الراديشن اسمه الجاما راديشن او الجاما ريز. الجاما ريز او الجاما راديشنز دي رمز لكن ملهاش اي بارتكلز اميتد. تاني دي رموز وملهاش اي بارتكلز ايه؟ اميتد. بمعنى يعني ده ما ينفعش تيجي تبص تلاقي لي ليها مثلا كان معاك فرانسيوم وتحول بقى اكتينوم واتقلبت الماده خالص. بمعنى تعالوا كده ندردش على كل بارتكل عملنا لها ايميت. الالفا لو جينا نتكلم على الالفا كبارتكل هي وزنها وزن ايه؟ هيليوم. ايه الهيليوم دي؟ اتنين بروتون واتنين ايه؟ نيوترون. يعني الالفا بارتكل، وادي الجدول اهو عشان نتابع مع بعض اللعبه. دي الرموز بتاعه البارتكلز الاميتد على بال ما يسخن كده ويدور احكي معاك. الالفا قلت لك دي نيوكليس هيليوم. ايه اللي يفرق الالفا عن الهيليوم؟ حد فاكر بالظبط؟ لو انا جيت اتكلم عن الالفا بارتكل، بص يا معلم نعمل كده ماشي. الالفا بارتكل ايه اللي يفرقها عن الهيليوم اتوم؟ الهيليوم اهي ادي النيوكليس فيها اتنين بروتون واتنين نيوترون وبيلف حواليها ايه؟ اتنين الكترون. حلو؟ ولكن الالفا هي عباره عن كده اتنين بروتون واتنين نيوترون بس، ما عندهاش اي الكترونز. يبقى كبارتكل ايه التشارج بتاعتها؟ بص بتشارج. ايه وزنها؟ ايه وزن الالفا دي؟ هي الماس بتاعه 2 بروتون و2 ايه؟ نيوترون. ده الماس. يبقى انت لما يجي يقول لك ايه وزنها؟ هي وزن ابروكسيميتلي 4 بروتون، اصل النيوترون اولموست ايكوال ايه؟ البروتون في الماس، فنقول ابروكسيميتلي بتساوي ايه؟ 2 ايه سوري 4 بروتونز. طيب كتشارج نوعها بوستيف تشارج. طب انت معاك دلوقتي بوستيف تشارج، لو عدى في الكتريك فيلد ايه اللي هيجرى لها؟ الالفا دي كبوستيف تشارج لما تعدي في الكتريك فيلد ايه اللي هيجرى لها؟ تعالى كده نتخيل وركزوا لي في الحوار ده قوي عشان دي احنا نمسك كل شويه بارتكل ونتكلم عليها. انا لو معايا بارتكل الفا وده بوستيف وده نيجاتيف، ده اسمه الكتريك فيلد. الالفا دي نوعها ايه؟ بوزيتيف. لما تكون ماشيه كده في الكتريك فيلد ايه اللي يجرى لها؟ وش هتريبل مع البوزيتيف وتاتراكت لمين؟ للنيجاتيف. فاكرين لما قلت لكم نورث ونورث ريبل، ساوث وساوث ريبل، لكن نورث وساوث اتراكت. فنفس الحوار بوزيتيف يقابل بوزيتيف يريبل، والبوزيتيف يقابل نيجاتيف ايه اللي يجرى له؟ يأثراكت. فيقوم يقول لك هي هتحود كده. يعني انت لو عندك وركز لي قوي في الكلام ده بيسالوا فيه في الامتحانات على طول. لو انت دلوقتي بعت لي الفا بارتكل، الالفا بارتكل على حسب مين البوست ومين النيجاتيف، لو هنا النيجاتيف تحت لا الالفا بارتكل تخبط هنا في ورقه اسمها الزنك سلفايد. عارفين ايه الزنك سلفايد دي؟ دي ورقه بتاعه الاشعه. ورق الاشعه ده لونه ايه؟ حد يعرف؟ لو حد بعد الشر كده ايديه اتكسرت وعمل اشعه على العظم الورق بتاع الاشعه لونه بلاستيك شفاف.
زي كيس البلاستيك مش اسود خالص. امال ايه اللي انت بتشوفه ده؟ انت مش بتشوف ورقه اشعه لونها اسود؟ ورقه الاشعه هي بلاستيك شفاف زي كيس البلاستيك، انت ما بتحط ايديك كده. اشعه اكس تنزل على الورقه، تعمل ايه بقى في الورقه؟ تحرق لك كل الحتت اللي حوالين ايديك. تيجي على صوابع الايدين مالها؟ ما تعرفش تعدي عشان العظم. فتشيل ايديك تلاقي مطرح العظم لونه ابيض. فاهمين حاجه؟ دي ورقه الاكس راي بتشتغل بالطريقه دي، هي ورقه شفافه تماما. لو انت حطيت ايديك لما تبعت اشعه اكس، اشعه اكس تعمل ايه في الورقه؟ تحرقها، تسودها كلها، تخلي الورقه كلها لونها اسود او اللون الكحلي اللي انت بتشوفه. ما عدا انهي مناطق؟ المناطق اللي اشعه اكس جت تخترقها ما عرفتش تعدي، هي اكيد مش هتعرف تعدي من مين؟ من العظم. ممكن سؤال بره شويه، يعني هو معنى كده ان لو في كسر الاكس راي دي بتعدي ما بين العظم؟ ما الحته المكسوره تقوم اكس راي ايه اللي يجرى لها؟ تعدي منها، فتبين لك ان العظمه دي كانت هنا تك فكوا عن بعض، فيجيب لك الكسر. هي لو خدت بالك بتلاقي في تفاوتات في اللون الغامق عند حتت الجلد دي مثلا. الروابط ما بين الصوابع وبعض، عند حتت الفليش اللحم العضلات، لكن ما بتعديش تماما وتبقى ابيض قوي وشفافه تماما عند حته ايه؟ العظم. اللعب ده علشان قبل ما نخش بقى في تعمق الراديشنز والبارتكلز الايميتد دي، احكي لكم قصه وعلينا في المنهج. القصه دي مش قصه للفكاهه يعني. في شخص اسمه هنري بيكريل، حد يسمع عنه؟ هنري بيكريل ده اول شخص تعامل مع النيوكلير انرجي، وتعامل منلي مع اليمنت اليورانيوم. حلو، اليمنت اليورانيوم ده هو ما اكتشفه لقى بيطلع راديشنز الفا وبيتا وجاما، وده كان بيلعب بيها في شغله ايه؟ ناتشرال ترانسفورميشن او ترانسميوتيشن، طبيعي تحطها كده ليها تطلع راديشن. طب عرفها منين؟ من الورقه دي. كان حاطط اليمنت اليورانيوم على المكتب قدامه، لقى الورقه عماله ايه؟ تتحرق وتسود. يا عم انا ولا مشغل اكس راي ولا حاطط اي ريز، ايه اللي يخليها تسود؟ اكتشف ان اليورانيوم اللي كان محطوط عنده على المكتب عمال كل شويه يطلع ايه؟ الفا بارتكل وبيتا بارتكلز. فايه اللي كان بيجرى في ورقه الاكس راي؟ بتتحرق. حلو؟ طب لعبه تاني. كان في بقى في نفس الفتره دي واحده اسمها ماري كوري. ماري كوري دي اولا دي اول سيده على مستوى العالم تاخد جائزه نوبل. عقبالكم كده يا رب لما نشوفكم بجوائز نوبل، تمام؟ ودي خدت جائزه نوبل لو حد يعرف في الفيزيكس، كانت بتدرس حاجات في الفيزياء وخدت جائزه نوبل عليها. لقيت هنري بيكريل سيتو عالي جدا في ايه؟ في الكيمياء والنيوكلير كيمستري. هتسيبه؟ لا، دي مش سالكه خالص ماري كوري دي. يلا اتصاحبت عليه وتعرفت عليه وهوب ضحكت عليه وايه؟ اتجوزته. تمام؟ اتجوزت هنري بيكريل. فقام هنري بيكريل عشان هو كان بيحبها بزياده قام علمها ايه؟ النيوكلير كيمستري. هي تسكت بقى؟ لا. بقت اصيع منه. بقت اصيع منه في النيوكلير كيمستري. اتعلمت حاجات وعلمت نفسها اكتر من اللي هو كان معلمه لها. من ضمن الحاجات اللي عملتها ان كانت بتجيب اليورانيوم ده، يعني عاوزه تتفرج بقى ما دماغها رايقه. تجيب اليورانيوم ده وتحطه على كوين وتحط ورقه الزنك سلفايد تحتيها. فلما كانت تحط على كوين تلاقي حوالين الكوين محروق، لكن الكوين ذات نفسه ماله؟ تحتيه مش محروق. فابتديت تستنتج حاجات ان في اشعه مالها بتعدي من اليورانيوم وتنزل على الفيلم، بس الكوين مثلا ده كماده مانع ان الاشعه كلها تعدي. عشان هتبتدي تاخد دلوقتي في اشعه بتقدر تعدي لحتت معينه لليمت معين، في اشعه ما تقدرش تخترق ورقه، في اشعه ما تقدرش تخترق الالومنيوم فويل، في اشعه تقدر تخترق ليد حجمها 10 سم. فكل بقى شعاعه وقوته. وابتدت تلعب اللعب ده كتير. والمعلوماتكو ماري كوري هي بقى السيده الوحيده اللي خدت جائزتين نوبل في علمين مختلفين. يعني هي اتعلمت من هنري بيكريل الصنعه، خدت فيزياء ومن خدتها ايه؟ نيوكلير كيمستري. وماري كوري يقول لك ان في الحرب العالميه كانت مطلوبة من الدولتين او الاتنين اللي بيحاربوا بعض، المانيا وروسيا، الاتنين كانوا بيدوروا عليها، اللي ياخد ماري كوري ده هو اللي كسب الحرب، عشان هي كان عندها علم غير طبيعي في النيوكلير كيمستري. تسكت ماري كوري؟ لا،
جوزها مات منها. ممكن بلاش نجود، ما دام ما تعرفش حاجه، من قال لا اعرف فقد افتى. قول ما اعرفش، هتبقى فاتيه غير طبيعيه. بالظبط، فبلاش بقى تفتي، قول ما اعرفش. جوزها مات منها. تمام؟ مات منها لما جم يشوفوا جسمه لو بيطلع اشعه. من كتر اللعب بالاشعه هي ما كانتش فاهمه بتلعب بايه. بس كانت بتلعب اللعبه دي الارتفيشال ترانسفورميشن، وهناخده حالا. ان هي كانت بتجيب اتومز، وبعد ما اتعلمت بقى تمسك الاتوم دي وتديها بارتكلز، فالاتوم تبقى ان ستيبل، فتطلع لها بارتكلز ثانيه، عماله تلعب بقى. عرفت تديها حاجه من هنا تطلع لها حاجه من هنا، هي عماله تلعب باللعبه دي. فقلبت كل حاجه حواليها لراديو اكتيف اليمنت. ومن كتر اللعب ده جوزها مات منها. لما هي ماتت جم يشوفوا المنطقه اللي حواليها، لقوا كل الناس مصابه بالاشعاع نتيجه الاشعاع اللي هي كانت بتلعب بيه. الكتب بتاعتها كانت بتطلع اشعاع، البيت بتاعها كله بيطلع اشعاع، يعني بص دمرت كل اللي حواليها بسبب الاشعاع اللي كانت بتلعب بيه. الاشعاع اللي كانت بتلعب بيه قلت لك يا الفا يا بيتا يا ايه؟ يا جاما. تعالى كده احنا اتكلمنا عن الالفا. قلت لك الالفا هي النيوكلاس مين؟ الهيليوم. عباره عن ايه؟ اربعه بروتون، كانها ما اتنين نيوترون واتنين بروتون، يبقى وزن ايه؟ اربعه بروتون. التشارج بتاعتها قلنا ان هي بتبقى بوزيتيف تشارج. سيبك من البنتريشن دي دلوقتي، لو عدت في الكتريك فيلد هتقرب منين؟ من نيجاتيف. ولو عدت في ماجنتيك فيلد هتدفلكت، دون النظر هي هتدفلكت لفين، مش هيسالك هي هتحود عند ايه، بس هتتاثر بالماجنتيك فيلد. لو جسم عنده بوزيتيف او نيجاتيف يعني معاه تشارج، يتاثر بالكتريك وماجنتيك فيلد. ماشي. طب ايه اخبار الايونيزيشن للجاسس؟ يعني ايه ايونيزيشن للجاز؟ يعني الجاز دلوقتي لو انت معاك اكسجين او2، حلو، الاو2 ده ممكن يحصل له ايونايز ويتفك لاو واو فري راديكالز. راديكالز كده اسمها او واو، بس ده علشان يتفك محتاج طاقه قويه جدا. مين اللي يعرف يعمل اللعبه دي؟ قال لك الالفا. دي معلومات كده محطوطه. طب بالعقل، انهي سبب من الاسباب دي خلى الالفا تعرف تعمل ايونايز للجاز؟ تتوقع، ما هو حاطط لك الحاجات اللي عملها ويقول لك ايه السبب ان هي بتعمل كده. يعني لو جيت قلت لك ايه السبب ان هي بتقرب من البوست، سوري، بتقرب من النيجاتيف وتبعد عن البوستيف، عشان هي بوستيف تشارج، يبقى ده اول سبب. طب لما يجي يقول لك هي ليه بتقدر تعمل ايونايز للجاز؟ لا، عشان هي بارتكل قويه قوي، وزنها وزن 4 بروتون، فلما يجي في الجاز يخبطه يقسمه نصين، فده السبب اللي يخلي البارتكل دي تعمل ايه؟ ايونيزيشن للجاز. تمام. طيب لو جيت تبص هنا البيتا، البيتا اتكلمنا عنها اهي، اي 0 نيجاتيف 1، يبقى هي كبارتكل وزن ايه؟ وزن الكترون. تمام. اي سوري، تشارج الكترون وزن واحد على 1800 من البروتون. البروتون الالكترون الواحد لو جبت 1800 الكترون يساوي وزن ايه؟ بروتون واحد. يبقى الالكترون هو بيساوي واحد من 1800 ايه؟ بروتون. قلنا التشارج بتاعتها نيجاتيف، سيبك من البنتريشن هنتكلم فيها. لو جيت اكلمك على الايونيزيشن للجاز، دي بارتكل خفيفه صغيره شويه، وما دام بارتكل خفيفه وصغيره شويه لما تيجي تخبط في الغازات تعمل فيها ايه؟ تعمل لها ايونايز، بس الايونيزيشن بتاعها هيبقى ايه؟ قليل نسبيا. هنا فيري هاي، لكن هنا اقل. تعالى كده معايا اللي جايه دي مهمه موت. انت معاك الفا بارتكل عملت كده، حلو؟ دي الالفا بارتكل بتاعتك كانت هنا اهي، وقامت عملت كده. طب لو معاك بيتا بارتكل اهي اللي هي النيجاتيف، تعمل ايه؟ تروح الناحية التانية. أنا عاوز واحد صايع. هتروح الناحية التانية. تروح هنا ولا تروح هنا؟ ولا تروح هنا؟ دي بيتا. تروح عند رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ واحد. اتنين. الله عليك. ما ينفعش تقول لي اتنين، اصل اتنين هي شبه مين؟ الالفا. تخيل
انت مثلا كنت بتجري وطفل صغير خبطك، حودتك هتبقى ايه؟ ضعيفه. الالفا دي حجمها تقيل قوي، فلما تيجي تحود ما تحودش حوده كبيره، تحود حوده صغيره. لكن البيتا حجمها صغير جدا، فلما تعدي في الفيلد، الفيلد يعمل فيها ايه؟ يحودها حوده كبيره جدا. فاهمين حاجه؟ فتلاقي الديفليكشن بتاعها عالي. يبقى ما يجي يقول لك، ما هي دي كل الاسئله اللي بيلعب بيها، هو ايه سبب ان الديفليكشن بتاعها كان اعلى من الالفا؟ ان هي نيجاتيف تشارج؟ ان هي الماس بتاعها اقل. هو مش بيقول لك، لو جه قال لك هي ليه ديفليكت ان اوبزيت دايركشن من الالفا؟ عشان هي نيجاتيف والالفا بوزيتيف. لكن ليه عملت ديفليكشن اكتر من الالفا؟ عشان هي اخف من الالفا. يبقى الجدول بتاع البروبرتيز دي كجدول، خدوا بالكم هو حاطط فيه الصفات بتاعتك، بتاعت البارتكلز بتاعتك، لكن الصفات دي بيسال ايه سبب اللي حصل. طبعا في الماجنتيك فيلد ايه اللي جرى لها؟ تديفليكت. انهي اتجاه؟ مش حكايتي. الجاما، الجاما اولا دي فوتونات مش بارتكلز. ايه فوتونات دي؟ لا خالص. ايه الفوتون دي؟ لو جود قفلت النور وفتحته، فاول لما النور بيتفتح بيخبطني فبيوجعني، صح؟ ازاي؟ عمرك ما جربتيها؟ مفاجئه العين بقى، ان هي بتتفاجئ بالنور يعني بالمعنى. حاول ما تفتيش. انا مش بفتي، انا بحاول افهم. لا لا، هو ده فتي، ده اسمه فتي، حاول ما تفتيش. طيب جود اقفل النور كده، اقفلي لمبه. ايوه افتحيها. محدش اتوجع؟ ما اتوجعتوش؟ ايه بالظبط؟ يمكن عشان انا ما عنديش شعر فاتوجعت. طيب هقول لكم حاجه، الطبيعي الطبيعي ان النور ده فيه بارتكلز صغيره اسمها الفوتونز، الفوتونات. بس البارتكلز دي موجوده طول ما النور بيتحرك، يعني في بارتكلز في الهواء. ولو سمحت قبل ما تجلطني ما تقوليش بشوفهم بيتحركوا لما نور الشمس بيخش في اوضتي. لا، ده التراب حضرتك، انت بتشوف التراب ما بتشوفش حاجه. الفوتونات دي ما بتتشافش بالعين، عشان الفوتونات دي هي يقول لك دي البارتكل بروبرتي فور ذا ويف، يعني الضوء ده ليه جزيئات غير مرئيه تفضل موجوده طول ما الضوء بيتحرك. اول ما يبطل حركه ايه اللي يجرى للبارتكلز دي؟ تختفي من الحياه. تمام؟ يعني الفوتون ده لما بينزل الضوء على راسي، الفوتون ده بيختفي وكانه ما كانش موجود. طول ما هو عمال يتحرك من اللمبه وجاي لي هو موجود، اول لما هيجي يلمسني ايه اللي يجرى له؟ يختفي. ما فهمتش حاجه صح؟ اكيد مش تفهم اي حاجه، عشان ده شغل مودرن فيزيكس ثانويه عامه، فمش تفهم فيه اي حاجه. بس لازم تبقى متاكد من معلومه، ان في حاجه اسمها فوتونات، ودي البارتكلز بتاعت الضوء. يعني الضوء ليه جزيئات اسمها ايه؟ الفوتونات. طول ما الضوء بيتحرك هي موجوده، اول ما الضوء ما يخبط اللي يجرى الفوتونات دي تختفي. الجاما بقى، اشعه جاما اهي، هي نوع من انواع الضوء، الكتروماجنتيك سبيكترم. تاني، الضوء لو انتوا تعرفوا كده حاجه اسمها الالكتروماجنتيك ويفز. يقول لك الالكتروماجنتيك ويفز هي موجات الراديو، موجات التلفزيون، موجات المايكروويف، وبعد كده الريد والاورنج واليلو والجرين والبلو والاندجو والفايلوت، اللي هي الوان او الضوء المرئي. يليهم حاجه اسمها الاكس راي ومين؟ والجاما راي. يبقى كل دي موجات في الضوء، موجات فيزابل وانفيزابل. الجاما ريز دي موجات انفيزابل، غير مرئيه، لكن انت بتشوف تاثيرها على الجسم. لو خبطت على حاجه مثلا تحرق الفيلم بتاع الزنك سلفايد. فالجاما راديشن دي اللي انا كنت بكلمك عنها، الجاما دي ما بتخليش البارتكل بتاعتك تخس في حجمها، تخس في البروتونز او النيوترونز. هي مش بارتكل زي الالفا او زي البيتا، هي بارتكلز ملهاش وزن. فلما جسم يطلع جاما راديشن ده مش معناه انه خس. امال ده معناه ايه؟ معناه انه فقد بارتكلز غير مرئيه في صوره فوتونز. يبقى الجاما دي عباره عن الكترو ماجنتيك ويفز تتكون من فوتونز.
الفوتون ليه وزن، الفوتون ده ليه وزن؟ لا اهو يقول لك الماس بتاعه نو ماس. طب ليه شارج بوزيتيف او نيجاتيف؟ لا يا عم هو اصلا ملهوش وزن، علشان نقول عليه ان الوزن ده بوزيتيف او نيجاتيف يبقى نو ايه؟ تشارج. طب ايه اخباره؟ سيبك من البنتريشن، نتكلم في البنتريشن دي كلها مره واحده. ايه اخباره مع الجاز؟ هو مين اللي قاين الجاز بالجامد؟ مين اللي عمل لي اينايز الجاز بالجامد؟ الالفا ليه؟ وزن كبير. كل ما الوزن ما يخس كل ما الاينايز للجاز ايه اللي يجرى له؟ يقل. فالالفا تقدر تعمل هاي اينايزيشن، البيتا نص نص، الجاما مفيش. طب ايه اخبار الجاما مع الالكتريك فيلد؟ يعني لو معاك كره جاما ايه اخبارها؟ ولا حاسه باي حاجه، هي ملهاش تشارج ملهاش ماس ملهاش اي حاجه، تمشي على طول وزود اني ديفليكشن. تمام. طب في الماجنتيك فيلد وزود اني ديفليكشن. طيب اللي عاملين كل شويه نركنها حته البنتريشن، تعالى افهمك كده لعبه صغيره. انت كنت قاعد يومين اجازه فقاعد في البيت، فكان في البيت مثلا باباك قاعد، فايه بقى انت بتتعامل بطبيعتك، كلت تفاحه وبترميها من الشباك، حلو؟ فباباك كان قاعد تحت الشباك، حلو؟ الشباك بقى عندك انت وحظك، عارف الشباك السلك ده؟ مش بيبقى فيه كده ورا الالوميتال فيه سلك؟ حلو؟ كان في حته هنا مقطوعه في السلك، فانت بقى ايه بتنشن ان انت هتعديها من الحته المقطوعه. عندك احتمالين، يا التفاحه عدت الحته المتبقيه وربنا ستر عليك، تمام؟ يا ما عدتش فهتنزل فين؟ على دماغ باباك، هيلسوعك، تمام؟ نفس الفكره، انت باعت دلوقتي كام بارتكل؟ 3 بارتكلز. لو البارتكلز حجمها كبير ايه اخبار البنتريشن؟ مش هيعدي، لو بنتريشن ويك بنتريشن، دي حجمها كبير، فيقول لك ما تقدرش تعدي من ورقه، يعني البنتريشن بتاع الالفا ما يعديش من ورقه. وهنتكلم في الكلمه دي هنحكي حكايه مهمه قوي في التريتمنت، استخدام الالفا في العلاج. طب البيتا بارتكل هي اصغر من الالفا، عارف بكام؟ ده لو بروتون، ده الالفا 4 يعني على 4، 1800 على 4، تمام؟ يعني اصغر من الالفا 1 على 64000، مش انت ده كانك ضربتها في 4، مش مهم الحسبه اللي انا حسبتها، بس الالكترون ده او البيتا دي اصغر بكتير، فيقول لك هي تقدر تعدي من الكتاب، بس تيجي عند ورقه الالومنيوم ما تعديش، هي عدت من ورق الكتاب لكن ما عدتش من ورق الالومنيوم. طب والجاما؟ يقول لك دي ملهاش اي سيكنس، دي ملهاش اي بارتكل، فتقدر تعدي في ايه؟ حيطه من الليد، وادي المناظر بتاعتهم. وعاوز اوريك حاجه، ادي اول حاجه، ده الديفليكشن اللي حاصل، شايف الجاما ما عملتش ديفليكشن. طب والالفا ديفليكت؟ طب والبيتا برضو ديفليكت، بس مين اللي اكبر في الديفليكشن؟ البيتا، تمام. طب لو جيت تبص على البنتريشن، هنا حاطط لك حاجه زياده عشان تتخيل اللعبه، ادي الالفا ما عدتش من الورقه، البيتا عدت من الورقه بس عطلت عند مين؟ الالومنيوم. الجاما عادت ودخلت عند الليد، والليد عرفت تعدي على فكره سنه، هي بتعدي من الليد كمان سنه. في بارتكلز ثانيه ممكن تعدي اكتر واكتر، انا ما عنديش مشكله، يعني مش هم دول الثلاثه بارتكلز اللي عليك في الحياه، لكن دول اللي عليك في المنهج، الالفا والبيتا ومين؟ والجاما. يجي من ضمن الحاجات يقول لك انا لو عندي دلوقتي ماده بتطلع الفا راديشن زي السيزيوم 137، دي بتطلع الفا. السيزيوم ده بيعالج التيومر، الاورام، هناخد الكلام ده بالتفصيل. نحب نحط السيزيوم يبقى موجود على او موجود جوه البرين بارير، يعني ان السيزيوم ده جوه غشاء المخ لو هنعالج ورم في المخ، ولا نجيب السيزيوم من بره بجهاز ونسلطه على المخ. تاني قبل ما ترد، السيزيوم 137 بيطلع اشعه ايه؟ 1000. لو عاوز استخدم السيزيوم في العلاج، تمام، احقنه جوه البرين بارير في الغشاء بتاع المخ، ولا اجيب السيزيوم من بره واخليه يطلع الاشعه بتاعته
من بره. مش تعدي. ليه بقى مش تعدي؟ عشان الماس بتاعها والبارتكل حجمها كبير، فالبنتريشن باور بتاعها ايه؟ قليل. لكن لو عندك ماده بتطلع لك جاما ريز كوبالت، الكوبالت 60 بيطلع اشعه جاما، لو هعالج بالكوبالت اعمل ايه؟ ده من بره، ده اشعه جاما هتبنتريت كل حاجه. يبقى على حسب كل ماده هو يقعد يلعب معاك كده. الكلام ده خدناه في المنهج؟ اه خدناه، بس بطريقه اندايركت. لازم دماغي تبقى فاهمه اللعب. انا لو عاوز اعالج حاجه على حسب البارتكلز اللي طالعه منها. تمام. ده الشغل كان بتاع مين؟ هنري بيكريل. حلو. ان هو كان بيدي البارتكلز دي يديها شويه انرجي، او سوري يسيبها فتقوم البارتكلز دي تطلع لك زي اهو. كل الحاجات دي ايميشن للالفا، وكان تحتها ايميشن للبيتا، وايميشن لمين؟ الجاما. بس الجاما ما تغيرش في الوزن. ماشي، نقفل بقى كده ده ونركز في الحكايه اللي جايه. الحكايه دي مهمه موت. بص، مفيش امتحان ما تلاقيهاش فيها حاجه اسمها التي هاف، الهاف لايف، فتره منتصف العمر، مش للبني ادمين. تمام. ده للمواد الراديو اكتف. يعني ايه فتره منتصف العمر؟ احنا لسه عمالين نحكي دلوقتي على مواد راديو اكتف عماله تعمل ايه؟ اميت للراديشن، وعمال كل شويه حجمها اللي يجرى له يخس 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 يخس. فيقول لك الراديو اكتف اليمنت دي بتاخد وقت عشان حجمها يقل النص. مثلا لو انا كان عندي ماده وزنها 100 جرام، لو قلت لك التي هاف بتاعتها مثلا 12 ساعة، التي هاف بتاعتها بكام؟ 12 ساعة. يبقى بعد 12 ساعة وزنها يبقى ايه؟ 50. طب لو قلت لك المادة ال 50 جرام دول عدى عليها 12 ساعة، ايه اللي هيجرى لها؟ مش هتختفي يعني؟ هتبقى 25 ولا هتختفي ولا هتفضل 50؟ حلوة قوي. التي هاف هو الزمن اللي الاتوم دي بتاخده علشان الماس بتاعها او النمبر بتاعتها، النمبر اوف اتومز بتاعتها، تقل لنص الكميه اللي موجوده. تقل لنص الكميه اللي موجوده. هي مش بتقل 50 جرام، هي بتقل نص اللي كان موجود. يعني بعد 12 ساعة ايه اللي هيجرى لها؟ هتبقى 25. حد معترض؟ يعني انا لو جيت اقول لك التوتال تايم اللي هتاخده، التوتال تايم اللي هتاخده عشان وزنها مثلا يبقى 6 وربع، ايه التوتال تايم اللي هي تحتاجه علشان على مهلي؟ انا ما اعرفش، انا ما بحبش اشتغل بسرعه. هي مش ال100 بقت 50؟ ال50 بقى كام؟ 25. طب وال25 تبقى كام؟ 12 ونص. طب وال12 ونص؟ 6 وربع. اصبر عليا، مش دي ب12 ودي ب12، والسهم ده بكام؟ ب12، والسهم ده بكام؟ عديت على كام سهم؟ 4 اسهم. يبقى التوتال تايم بيساوي التي هاف تايم النمبر اوف بيريودز. التي هاف تايم النمبر اوف ايه؟ بيريودز. يعني دول هتعمل لي 12 في 4 تطلع بكام؟ 48. مسألة عبيطة جدا. تاني، هو انا لو قلت لك عندك مادة decay of its mass 75%، 75% من وزنها اللي جرى له decay. ان مثلا نقول كام؟ 16 hours، في 16 ساعة. يبقى التي هاف بتاعتها بكام؟ على مهلي. هو قال لك قد ايه من وزنها اختفى؟ 75.
يعني متبقي كام؟ 25. طب وهي كانت كام في الاول؟ 100%. ما انا ما اعرفش وزنها كام، هو مدهاني هنا النهارده بالنسبه. البرسنتج بتاعتي بكام؟ 75 صح؟ الديكيد يبقى الريميند 25. تاني لو الديكيد كان 75 يبقى الريمين 25، وانا اللي يفرق معايا مين؟ الريمين. طب انت المتبقي معاك 25%، يبقى انت كنت بادئ بكام؟ 100% صح؟ طب ال 100% دول قال لك انا عشان اخسر 75% قعدت 16 ساعه، يبقى التي هاف بتاعتك بكام؟ من عينيا بص كده يا معلم، ال 100 دي تبقى كام؟ 50. طب وال 50 تبقى كام؟ 25. التوتال تايم ب 16، انت خدت كام مرحله؟ يبقى التي هاف هتساوي التوتال تايم اوفر كام؟ النمبر اوف بيريودز. تديني ادي 16 على 2. يعني القانون من الاخر بتاع التي هاف عباره عن ايه؟ اهو التوتال تايم وهنا التي هاف وهنا النمبر اوف ايه؟ بيريودز. نلعب كمان واحده. فايند الريمين ماس، هات لي الريمين ماس. وقام قال لك التوتال ماس اللي معاك، التوتال ماس كان 200 جرام، التي هاف نقول مثلا 2 years، التوتال تايم 10 year. تاني هو مديني هنا ايه؟ التوتال تايم، يعني الماده دي فضلت عايشه في الحياه قد ايه؟ او هنبص عليها بعد قد ايه؟ 10 سنين. طب التي هاف بتاعتها بكام؟ سنتين. طب هي كان وزنها قد ايه؟ 200. عاوز يعرف مين بقى؟ وزنها بعد لما عدت عليها قد ايه؟ 10 سنين. سهله موت. انت مش معاك التوتال تايم؟ اهو يا معلم، ادي التوتال تايم ومعاك التي هاف، اقسمهم على بعض يدي لك مين؟ طلعت البيريود 10 على 2 تطلع النمبر اوف بيريودز بكام؟ تطلع بخمسه. طب ده معناها ايه؟ ان انت ال 200 دي هتعدي على كام مرحله؟ خمس مراحل. يعني ال 200 بعد اول مره 100، ثاني مره 50، ثالث مره 25، رابع مره 12.5، خامس مره 6.25. طب ممكن يجي يقول لك ده الريمين ماس، يقول لك هات لي الديكيد ماس. الديكيد ماس اجيبه ازاي؟ هو انت مش كان معاك الوزن كله ب 200 والمتبقي 6.25؟ يبقى ادي 93 193.75 ديكيد. الموضوع عبيط قوي ما فيهوش حاجه. 48 ساعه ايه؟ 48 ساعه عدد ان هي توصل لل 6.25. معلش ايوه ادي ايوه معلش 10 سنين. انا دخلت المسافتين في بعض، ده حوار ودي حوار، مش تشابه ارقام وخلاص. طب لعبه كمان. انا ايه؟ ليه مستحيل تختفي؟ علشان انت هتوصل لحاجه اسمها انفينيتي. ما انت لو اتبقى معاك جرام، الجرام هيبقى ايه؟ طب والنص والربع والثمن، 1 على 16، 1 على 32، ان سو اون، استحاله تختفي. هيفضل هتقعد يحصل لها ايه؟ ديكي ديكي ديكي، ومعلوماتك هتيجي في فتره وهتبطل ديكي. لو واحد فاهم قوي ليه؟ هتوصل لفتره ممكن تتحول تبقى اتوم بقت ايه؟ ستيبل. طبعا ما هدف الراديشن ان احنا نوصل لحاجات تبقى ايه؟ ستيبل. حد فاهم حاجه؟ طيب ما تيجي استنى، نحل كده حل كده بسيط، اصبر عليا.
طبعا في لعبه مقصات بتتعمل، يقول لك قبل ما نفتح كده بسرعه قبل البروجيكتور ما يشتغل، خليك معايا. هي لو بتاخد سنتين عشان وزنها يبقى تقل النص، وزنها يخس النص، طب تقدر تقول لي هي هتاخد قد ايه عشان وزنها يقل مثلا 55%؟ المساله دي عبيطه، بتتعمل مقصات على طول. تقول لي 55 في 2 على 50، يعني عشان هي تخس 50% بتاخد سنتين. طب عشان تخس 55 اعمل مقصات تتحل. ما تيجي كده نعمل مساله رايقه. طبعا المسائل بتاعه الهاف لايف تتعمل، انا همسح الحته دي تمام، تتعمل بالاعداد، تتعمل بالاوزان، تتعمل زي ما تتعمل. يعني هو ما عندوش مش مجرد وزن او نسب، يعمل اللي هو عاوزه. بمعنى بص كده معايا، كالكوليت النمبر اوف اتوم، النمبر اوف اتومز هنا عاوز ايه؟ عدد ريميند بعد 8 سنين من راديو اكتف اليمنت، كان العدد اللي معاك كام؟ 4.8 تايم 10 باور 13 اتوم، والتي اوف بتاعته بكام؟ سنتين. كده هتعدي على كام بيريود؟ اربعه. مش ده التوتال تايم وده التي اوف؟ 8 على 2 بكام؟ اربعه. يبقى الرقم ده 4.8 تايم 10 باور كام؟ 13. ايه اللي هيجراله؟ هيخس النص. خد بالك انت الرقم ده بتعمله دايما ايه؟ ديفايدد 2، كل مره ديفايدد 2، كل ما يطلع رقم اعمل له ديفايدد 2، يعني هيطلع لك 2.4 10 باور كام؟ 13. دي اول واحده. احنا نعديها كم مره؟ اربعه، ما 8 على 2. تاني مره تطلع 1.2 تايم 10 باور 13. تالت مره نص دي 0.6 تايم 10 باور 13. رابع مره 0.3 تايم 10 باور 13. صعبه؟ ناخد واحده كمان، واحده كمان. تعالى كده على المساله دي، في افكار كتيره وهي عبيطه موت. عشان تبقى فكره التي هاف دي خلصت. The following table show decay لكام؟ ل 80 جرام من راديو اكتف اليمنت. اول حاجه جه قال لك انا عاوز اعرف التي هاف بكام؟ 80 40 20 10 5، التي هاف بكام؟ حد يركز كده في الجدول ويقول لي. واضحه قدام عينيك. ب 2 دايز. ليه؟ ما هي عشان تتحول من 80 ل 40 خدت قد ايه؟ من اليوم الصفر لليوم الثاني. طب من 40 ل 20 من اليوم الثاني لليوم الرابع، يبقى هي بتاخد قد ايه؟ يومين. يبقى التي هاف بتاعتي بكام؟ 2 دايز. طب الريمين ماس بعد 6 ايام، الريمين ماس بعد 6 ايام مش هي كانت 80؟ ادي اول بيريود هتبقى كام؟ 40. تاني بيريود هتبقى كام؟ 20. تالت بيريود هتبقى كام؟ 10. اهي، يبقى بعد 6 ايام بقت كام؟ 10. طب الماس اوف ذا ديكي نيوكلياي، الوزن الديكيد كان قد ايه؟ الديكيد اللي راح 70، مش هي كانت 80 وبقت 10؟ يبقى اللي اختفى 70. طب هي محتاجه كام يوم عشان توصل ل 2.5؟ 10 ايام. ما هنا كان 8 ايام، يبقى هي محتاجه قد ايه؟ 10 ايام. حد فاهم حاجه؟ اقفل. التي هاف، التي هاف بكام؟ بيومين. يبقى بعد ال 8 بقت 10، واحنا بنزود يوم. اقفل.